سنتعرف عليها من خلال ضيفنا الفاضل سلطان بن سيف البكري، مدير عام التراث بوزارة التراث والثقافة. مساء الخير أستاذ سلطان. مساء الخير أختي أمة. مساء الخير، حياك الله. بداية طبعا نبارك لكم هذا الإنجاز وللسلطنة بشكل عام، إضافة موقع قلهات ضمن خامس موقع في قائمة التراث العالمي باليونسكو. الله يبارك فيكم ونبارك للشعب العماني على إدراك هذا الموقع الهام حقيقة على مستوى السلطنة وعلى مستوى العالم، في إدراك موقع التراث على يعني يكون في قائمة التراث العالمي كموقع استثنائي مهم يقع ضمن وضع ضمن القائمة التراث العالمي، وهو خامس يعني مثل ما تداولته نعم. وسائل الإعلام ومثل ما يعرف الجميع أنه الموقع الخامس المدرج ضمن هذه القائمة. ضعنا نقف على الأهمية يعني التاريخية والأثرية لهذا الموقع، كونه أيضا ذكر في الكثير من الكتابات والمؤلفات التي رصدتها رحلات المستشرقين والرحالة سواء العرب والأجانب في هذا الإطار. نعم، كما تعلمون أن موقع قلهات واحد من أهم المواقع الأثرية العائدة إلى القرن الثالث عشر الميلادي. نعم. وكانت العاصمة الثانية لمملكة هرمز التي كان مقرها الأساسي عند مدخل مضيق هرمز، وهي مملكة عربية سيطرت على جميع الساحل العماني بينما كان الداخل تحت حكم بني نبهان. هذه المملكة سيطرت على التجارة المحيط الهندي وعلى مدخل الخليج العربي، كما تميزت أيضا أنها احتضنت أنها العاصمة الثانية مملكة هرمز بعد نقل العاصمة من العاصمة الأولى في هرمز إلى قلهات. أيضا كانت قلهات ميناء مهم لتصدير الخيول العربية، كما تعلمنا الخيول العربية من أفضل الخيول في العالم. كانت كثير من الدول وأبرزها الهند تشتري هذه الخيول من قلهات وتصدرها إلى الممالك في الهند. وكان هذه الخيول أساسا تربى في المناطق المحيطة في قلهات في طيوي والمناطق الداخلية وتصدر من الميناء في قلهات. نعم. إذن هذه يعني أهمية تاريخية وأيضا تجارية ارتبطت بهذا التاريخ وهذا الموقع الخاص بموقع قلهات. ارتبطت أيضا بشخصية مهمة وهي بهاء الدين إياز الذي حكم وكان وزيرا لمملكة هرمز محمود القلهات السلطان الملك محمود القلهاتي، وكان وزوجته زوجة بهاء الدين وهي مريم. نعم. التي بدأ مشهور بها ضريح بيبي مريم. نعم. بمدينة القلهات. نعم، أمس أشرنا إلى هذا الموضوع يعني من ضمن الجوانب التاريخية المهمة لهذه المدينة. نعم. نعم. طبعا أستاذ سلطان، اليوم البعض يقف على موضوع تسجيل هذه المدينة وهذا الموقع عالميا، لكن بالتأكيد كانت هناك مراحل جهود قامت بها الوزارة من أجل تقديم هذا الملف وفق المعايير المحددة لدى اليونسكو. ضعنا يعني نتحدث عن هذه المراحل وهذه الجهود التي قمتم بها. حقيقة هي خطة إدراك الموقع قلهات هي كانت في القائمة، كان الموقع في قائمة تمهيدية منذ عدة سنوات ضمن عدة مواقع أخرى في القائمة، وارتأت الوزارة أن يتم إدراك هذا الموقع لأهميته، حيث أن الجهود الوزارة تحركت في هذا الموقع منذ 2008 بدأت الأعمال التنقيب المنتظمة، ثم مشروع التأهيل الذي بدأ في 2012. أما إعداد الملف فهو استمر أربع سنوات. هناك معايير واشتراطات لإدراك الموقع، حيث يجب على أي دولة طرف اليونسكو أو لجنة التراث العالمي أن تقوم بإعداد الملف وإعداد الموقع ليكون موقعا مدرجا على قائمة التراث. لا يجب أن يكون هناك خطة إدارة، برنامج للترميم، برنامج للتأهيل، والوزارة قائمة على هذا المشروع، ولذلك تم النظر إلى هذه المعايير وإلى هذا الملف وتم إدراج هذا الموقع يوم الجمعة الماضي. نعم. إذن هناك معايير محددة، مثل ما تابعنا في يعني ما نشر عبر وسائل الإعلام أن هناك تقريبا 10 معايير تم تحديدها. نعم. نعم. وتم اختيار الموقع على يعني مجموعة من المعايير، منها ما هي هذه المعايير الأبرز التي تصدرت لقبول هذا الملف؟ أدرج الموقع على معيارين، هو المعيار الثاني والثالث من العشر المعايير. يكفي لكل دولة طرف أن تدرج أي موقع على معيارين. نعم. فأدرج الموقع على أنه موقع استثنائي على مستوى العالم،
كما أنه المعيار الثالث يبرز فيه العناصر المعمارية والتمازج الثقافات. كما تعلمين أن قلهات امتزجت فيه الثقافات المحيط الهندي مع العرب مع بلاد فارس والهرمزيين، فهناك تمازج، وأبرز ذلك هذا التمازج في العمارة الموجودة في مدينة قلهات. نعم. إذن هذا الموقع اليوم هو أحد المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو، الكثير ينظر إليه كموقع تراثي وأيضا نظرة مستقبلية حول أهميته أيضا كقيمة سياحية وحضارية وتاريخية. ما هي الخطوة التي ستقوم بها الوزارة بعد هذه الخطوة لتعزيز هذا الجانب السياحي وكذلك التاريخي لهذا الموقع؟ كما تعلمين أن المواقع التراث العالمي هي مواقع جذب للسياحة. نعم. والسياحة هي قطاع واعد في السلطنة، ولذلك الوزارة لديها خطة للمضي قدما في تأهيل الموقع في بإنشاء مركز الزوار ويحتضن جميع ما تم اكتشافه في هذا الموقع، وأيضا يتم ربطه بالمتحف عمان البحري المزمع إقامته في ولاية صور. ونتمنى أن تتوفر الموارد المالية الكافية لإنشاء للمضي قدما في إنشاء هذه المشاريع الطموحة للوزارة. يعني أتوقع أستاذ سلطان يعني الجميع ربما وضع هذا الموقع في خارطة يعني أو قائمة الأماكن التي تستحق الزيارة مستقبلا في السلطنة، ليكتشف أيضا يعني سمع ربما عن قلهات ولكن لم يرى الموقع كذا رأي عين، وبالتالي من المهم جدا تأهيل هذا الموقع في المرحلة المقبلة حتى يكون أيضا عندما يزور الشخص سواء من الداخل أو الخارج قلهات يحظى بكل الخدمات التي يجب أن تتوفر للسائح القادم لهذا الموقع. نعم. وهذه الجهود أتوقع تضعها الوزارة ضمن خططها وأجندتها أيضا في هذا المجال. نعم نعم، الوزارة لديها خطط طموحة لحقيقة للموقع بإنشاء مركز الزوار ومرافق الزوار التي تهم الزوار، من ضمنها المطاعم، أماكن الاستراحة، المتحف، هذا المتحف المرافق لهذا، وأيضا ترميم المكتشفات الأثرية، المعالم الأثرية. كما تعلمين أن أغلب معالم المدينة أطلال، احنا من 2008 احنا نقوم بالتنقيب عن هذه الاطلال من البيوت في المدينه، الورش، المصانع، المساجد، القصور، الاضرحه، فيها معالم غنيه مدينه قلهات غنيه. هي ايضا فرصه للدارسين والباحثين في مجال الاثار والتراث انهم ايضا يقفوا على تفاصيل هذه المدينه في خططهم القادمه. الدراسات الاثريه تحتاج في قلهات على ما يزيد اكثر من 25 سنه، احنا لم نكتشف الا يمكن 10% من الموقع، يعني تصوري ان احنا لا زال تطلب جهود كثيره لاظهار هذه المعالم. مدينه كانت مدينه ضخمه كبيره، فيها كانت فيها القصور، فيها منازل التجار، فيها المساجد، فيها 10 مساجد المدينه، فيها مسجد جامع الذي ذكره ابن بطوطه وكان من اروع المساجد في المنطقه حسب اشارته في كتابه انه اروع المساجد التي شاهدها في المنطقه خلال زيارته. نعم. إذن أستاذ سلطان نريد أيضا أن نعرف ما هو الموقع القادم، هناك أكيد جملة من المواقع تنظر إليها الوزارة بعين كذا الاعتبار لإدراجها أيضا ضمن هذه القائمة، أين يقع يعني الاهتمام في المستقبل؟ حقيقة هناك 7 مواقع القائمة التمهيدية، منها 4 مواقع ثقافية معناها تراثية، 4 مواقع طبيعية تتبع وزارة البيئة، وموقعين ثقافيين تتبع وزارة التراث، وموقع مختلط طبيعي ثقافي. وإن شاء الله يتم اختيار الموقع الأنسب من هذه، يتم للمضي فيه لإعداد ملفه وتقديمه لمنظمة اليونسكو للترشيح إن شاء الله. إذا نتمنى لكل هذه الجهود كل التوفيق، وإن شاء الله جميع المواقع التراثية والحضارية والطبيعية في السلطنة تحظى باهتمام عالمي لتسجل ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو. الفاضل الأستاذ سلطان بن سيف البكري مدير عام التراث بوزارة التراث والثقافة، نشكر لك جزيلا هذه الوقفة ونبارك لكم مجددا هذا الإنجاز. شكرا وشكرا، ونبارك لكم ونبارك للشعب العماني هذا الإنجاز بإدراج هذا الموقع قائمة التراث العالمي. شكرا جزيلا، حياك الله. شكرا.